جولد على اكسبريس اف ام. فير بلاي، رجعنا من جديد في فير بلاي، نكملوا بعض الدقائق نحكيوا على المنتخب التونسي باش ما نكونوش برشا سلبيين وقاسيين على المنتخب. نحب ناخذوا الحاجات اللي نبنيو عليها في المستقبل ان شاء الله باش نشوفوا منتخبنا ان شاء الله في احلى صوره في الكان الجايه. سي مونجي، منتخبنا حقق تاهل، نقولوا بون صحيح مش انجاز كما حكينا قبيلك، شنو هما الحاجات اللي لازم نبنيو عليها المستقبل؟ هو راهو انت والجروب اللي عندك اللي باش تعيط له هذاك، ما اذا كان اليوم انت تعيط الجوارات يلزمهم هما يعطيو لو بلوس. اذا كيما نشوفوا احنا في الفريق الجزائري، الفريق المغربي، الفرق الكل تشوف، حتى في السنغال الفريق السنغالي. واليوم ما يلزمناش، راهو اندو فير اتونسيون في حاجه، اللي الفريق هذا التونسي نجم راهو يفاجئنا بحاجات تنجم تصير، لكن القاعدين نشوفوا فيه هذايا يخلي للناس الكل متشائمين. علاش نقول لك هي؟ لان كي تشوف ضد تنزانيا تو، اذا كان الفريق التونسي يلعب غدوه ضد فريق اوروبي دو نيفو، تشوف لا موتيفاسيون. انا نقول حاجه اللي اون دو با سوزيستيمي لادفيرسير، فما هذيك نقطه القوه في اوروبا. اذا كان يلزم نربحوا 3 و4 و5 بلاش، شفنا البارح اسبانيا ضد المانيا 6-0، معناها يوريك اللي اليوم الجوارات اللي جيو يلزمهم يعطيو لو بلوس، والجوارات اللي ماهمش مستحقين باش يلعبوا في ليكيب ناسيونال خاطر عندنا ما خير منهم في الفريق الوطني التونسي اليوم يلزمهم يلعبوا. انا نقول تشوف انت جلاسي ما شاء الله، وسعد بقير دون لي مومون ديفيسيل تلقاهم، كسوا في مستير ولا في ليكيب ناسيونال ولا في الترجي كي كان سعد بقير ولا في الدوري السعودي. لكن اليوم جوارات هذوما اذا كان ثم حاجه ان ريلاسيون دو كونفيونس ما بين المدرب والجوارات، يلزم يغير الطريقه نتاعو كيفاش يتعامل مع الملاعبيه هذيا، خاطر لا كونفيونس عندها ليميت. اليوم الانتريم تاع الفريق الوطني التونسي والانتريم تاع النتيجه، ديما الناس الكل خايفين على الكوب دافريك، معناها كي نوصلوا الكوب دافريك ولا بقدره ربي ان شاء الله نوصلوا الكوب دي موند في قطر 2022، خلي اللي الناس الكل باش تكون متشائمين. لكن يلزمنا نلعبوا زاده اون فونكسيون تكتيكمون اي او نيفو دو لوساتور دو ليكيب، على فريق اللي نلعبوا اون فونكسيون نقطه القوه نتاع الادفيرسير، نقطه الضعف تاع الادفيرسير ونقطه القوه نتاعنا. اليوم مالوريزمون كما قال، اشوف لي كورنير دو كورنير، الفريق التنزاني هنا تحصل على ركنيه بركه في تونس، معناها يوريك الليميت نتاع الفريق هذايا. لكن اليوم كي نقولوا كورنير سافو دير كون ايو دي زاكسيون دو جو، لي زاكسيون دو جو ما كانوش موجودين. اليوم يسكروا لك على دراجل ولا كشريده ولا علي معلول، يلزمك تلقى دي سوليسيون باش الجوالات الاخرين يل بروفيت دو لا سوليسيون. شفنا احنا البونت ونعاودها، البونت الباس نتاع الخاوي، الناس الكل تستنى حتى احنا، لان الديماراج نتاع علي معلول غلط الفريق ادفيرس، خلى اليوسف مساكن افيك ان جيست تكنيك، عرف كيفاش يخرج سيف الدين الخاوي اللي سجل الهدف الاولاني. سي وجدي، شكون باش ديما نحب نحكي على المستقبل، شكون من اللاعبين اليوم استنفذوا كل الفرص ليهم، وشكون من اللاعبين تشوفوا المستقبل قاعدين يفيدوا المنتخب، خاصه مع عوده بطولتنا ونشوفوا اللاعبين المحليين كومبيتيف اكثر؟ لا استنفذوا الفرص الكل وموجودين توا في الجروب. لا انا اللوم ما فماش، يعني اللاعبين كل نجموا يعاونوا المنتخب بصراحه اللي موجودين. لكن كل واحد كيفاش باش تاثروا، كيفاش باش توظفوا، قداش باش يلعب، فانا ماشي باش يلعب باش يكون اساسي ولا لاعب رومبلاسون ولا هذا اللي انا ما عنديش. خلينا نمشي للدكتور، هل انت مع ذاي اللي يقول اقصاء من لاعبيه كيما المساكن الخازري سليتي في ظل انهم ماهمش يلعبوا الا اللي نحتاجهم من لاعبيه؟ شوف شوف انا ضد لازم يقعدوا في الجروب، لكن كيما قلت لك توظيف صحيح. انا قلت مره اخرى في الحصه هذه، قلت المساكني كي يبدا في فورما الي ايرومبلاسابل، يبدا في فورما في احسن حالاته في الجاهزيه نتاعو، كي يبدا ماهوش جاهز الي امبورتون بور لو جروب، لازم يكون مع المجموعه لكن مش اساسي. نجم يلعب ميتون، نجم ميتون الاول، ميتون ثاني، ربع ساعه، اربع دراج، فهمني، لاعب خبره عمره 30 سنه، حتى كي يبدا ماهوش جاهز بدنيا ينجم يعاونك يعني في المجموعه. لكن انا نقول اللي راهو في المنتخب مش كان اسماء اللاعبين، معناها هذه نقطه من النقاط، لانه لي جوار كونفوكي شنو يلزم اعاده النظر في عديد النقائص ولا عديد ثم مراجعات عديده يلزم يعملها الاطار الفني بصراحه، بدءا من القائمه الاولانيه اللي نتاع استدعاء اللاعبين، فهمني. مش معقول يجيو لاعبين ما نشوفهمش. اللمتي مثلا بالليل، اللمتي انا والله العظيم نتمنى نشوفهم اللمتي. هبط بعض الثواني كريم مقني تو امس مهبطه، سامحني على تكرس هذيك تو بربي سامحني، في دقيقه 92 و10 ثواني مهبط ملاعبي، شنو باش تعمل ملاعبي جايبه وانت ما والله نحب نقول لك حاجه على الحكايه هذه. والله لاحظت ملاحظه البارح
فريمون لي لارم اوز يو. شفتوا الوليد هذايا 19 عام لعب لعب تقريبا 30 ثانية خرج فرحان شيء مهول سي انكرويابل. شوف ليتا ديسبري اللي عنده خرج يبوس ويعنق في صحابه الكل رغم لو كنت شفنا ملاعبيه اخرين مش لازم نزدوا لسامي توانسه لعب ميتون خرجوا المدرب شو شو خويا معناها تغشش سي تريز امبورتون راهو اللي شفت المباراه هنا لعليه راهو جورات ما عاونوش سي منظر كبير والكوتش يعرف شيء هذا علاش ما عاونوش باش 2-0 3-0 باش لي شونجمون يصيروا لو بلو فيت بوسيبل اما جورات اللي دخلوا 30 ثانية ولا 40 ثانية الماتش هنا زاد ثلاثة في جرت بعضهم اللامتي ولا هذوما ما يلزموش يشوفوها كهوميلياسيون ولا بروف. انت بن عمر زاد نفس الشيء بن عمر سي روتروفي تيتولير ماذا بيا اللي بن عمر لعب تيتولير لابور نتاعو يكون قوي مش باش يسامحنا على خاطر لعبناه في 30 ثانية الأخرانية. دونك اليوم ما يلزمهاش تكون هوميلياسيون يلزمنا نكونوا ديما فيير دو بورتي لو مايو دو ليكيب ناسيونال مي راو ما فماش اكسكوز لان كي تبدا في ليكيب ناسيونال سي كو تو ميريت تا بلاس في ليكيب ناسيونال والروندمون يكون خاطر اليوم كي تضيع ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه في جرت بعضهم سي كو تو نابا بلاس دو نيفو. هو سي وجدي ملاحظته واضحه انا قال لك فما ملاعبيه احنا جبناهم وما تفرجناش فيهم على الاقل اعطيني فرصه واعطي فرصه للملاعبي هو انا تصور خاطر مزال عمرهم صغار هكا بجست باش نقيد سامحني احنا جبناهم في المستقبل خاطر امور قوانين امور نتاع الملاعبيه مزدوجين اداريا هذا هو احنا جبناهم اداريا نحكيو على جايين من برا حتى اللي جاي من تونس يا اخي تيبكي وجلاسي ماهم يلعبوا واحد في تونس الاخر في السعوديه ثم حتى شكون جاء للمنتخب ومشى نحاها من غير ما جربوا كما احمد خليل وغيره يعني اعطي فرصه للاعبين هو انت ما فات جبت على احمد خليل ما عادش موجود جنبك ميسالش ميسالش جو بريفير ما يعيطلوش خير من اللي تعيط له في الاستاج الكل وما تشاركوش حتى دقيقه معناها باش تولي معناها مش لا حبيت نكمل الفكره وبرا يلزم لو شوا دي جوار اللي كنا نحكيو عليها لا ليست لا شوا دو ليكيب تيتولير لازمها تهبط فهمني هذوما الحاجات اللي لازم يعاودوا مراجعتهم المدرب فهمني لا 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 تكتيك بيدها طريقة اللعب الطابع نتاع المدرب بصمات مدرب نحب نشوفوها في المستقبل فهمني نحب نشوفوا التغييرات صحيحة نحب نشوفوا تغييرات في محلها ومفهومة فهمني التكتيك واخر برشا سي وجدي في التغييرات يعني قلت لك في الأسباب وفي التوقيت غلط معناها مش غلط ما نقولش غلط على زميلنا لكن ماهمش في محلهم بصراحة لأني حاجة اللي أهم من هذا كل لا جيستيون دي ماتش كل ماتش توا اللي جاي باش يجيو ماتشات اصعب راهم بعد خلينا من ليبيا وواحد من بعد وقت اللي باش تمشي تلعب الكوب دافريك فهمني راهو باش يجيوك ماتشات صعاب راك باش تلعب ضد منتخبات كبيره عندهم لاعبين ممتازين ولاعبين كبار وكل شيء نحب نشوف بصمه مدرب شنو يعمل المدرب والاطار الفني في الماتش هذايا وقت اللي تلعب مع فريق ساعات ضد فريق ماهوش قوي برشا ساعات اللاعبين في وسط الميدان يعملوا هما الفارق لكن كي تلعب ضد فريق قوي بصمه التكتيكيه نتاع المدرب والاستراتيجيه نتاع المدرب هي اللي باش تظهر فهمني سي تري امبورتون والنقطه الاخيره خليتها هي لان بالنسبه لي اهم واحده هو الانضباط التكتيكي يلزم الامور ما تفلتش من يد المدرب لان المؤشرات اللي قاعد نشوف فيها بصراحة ما تبشرش بخير لازم مدرب معناها في الملعب يمسك الأمور بيد من حديد بقبضة من حديد ويخرج الملاعبين لازم يخرج ويشارك الملاعبين لازم يشارك كما كان نحكي توا أخونا منجي ثم ملاعبية كيون لونفي يحبوا يلعبوا حتى تلعبوا دقيقة أي شيخ يحب يلعب ثم ملعبيه يلعبوا كانه معناها بلاصته واضحه يعني حتى اون بيست فور موش كومبيتيتيف ناخذ جاهزيه من شنو راهو باش يلعب سا سي موفي بور ليكيب ناسيونال تاعنا نكمل معاك انت مروان متفائل مستقبل المنتخب الفيرسيون تاع مصر الكبير نجم يصلح في المستقبل نجم نشوف المنتخب افضل في المستقبل تنجم تكون الظروف الحاليه نتاع الكوفيد والملاعبيه مش جاهزين اثروا على المردود نتاع المنتخب مع مصر الكبير تظلم في من الناحيه هذه والا لا نجم يكون ربي سامحني سلام المنتخبات الكل عندها كوفيد منتخبات الكل واقفه بطولات الكل اسمع ايام في العالم يلعبوا في تونس ما يلعبوا في العالم يلعبوا قداش ارتحنا في تونس قداش احنا ما لعبوا حتى حد هما مرتاحين احنا نلعب وقت هما ما يلعبوش كما قال لك شوف احنا راهو ديما ماذا بينا نكونوا متفائلين وراهو ديما نحبوا المنتخب الوطني باش نرجع لحاجه خاطر ممكن زاد باش ما تاولش راني وقت تكلمت على يوسف المساكني حتى حد ما ينجم يقول يوسف المساكني مش ملاعبي معناها اذا كان انسان قرر مش ملاعبي ما يعرفش كوره اما راهو شوف كما قال سي وجدي وكما قال سي المنجي ماكش حاضر ما تلعبش ماكش حاضر تدارك امورك شويه ايمانويل شكون اللي حاضر هو اليوم
هو اللي بكل ما مش حاضرين اللاعبيه. اعطيني بديل، اعطيني بديل انت سمي لي شكون. قال لك حاجه البديل مش مانيش مدرب المنتخب الوطني باش نخلق لك بديل. مش ما فهميش. لا لا عايشك، لا لا عايشك، لا لا عايشك عايشك عايشك. اعطيني سمي لي شكون بديل. اي واحد نجم تلعب جلاسي. جلاسي كيف كيف قول لي مش جاهز، حتى جلاسي مش جاهز. هو سعد الكبير جاهز يلعب في الدوري السعودي. جلاسي لعب توشي سكوندا. قلت لي مساكني مش خالي يلعب حتى جلاسي. سعد الكبير هاي البطوله تلعب، البطوله السعوديه تلعب اسلام. قبل افون دو جوجي السعوديه تلعب. ما نحكوش مع بعضنا. اسلام افون دو جوجي ان جوار لازمك تحطه يلعب باش تشوف اسكو جاهز ولا مش جاهز. بعد احكم عليه. انا جو سوي كونفانكو بالفان شامبيون اللي عملتها اتحاد المونستيري جلاسي جاهز. نفس الشيء سعد بقير. حاجه اخرى ما حكيناش عليها. اسكو لان شفنا صارت مشاكل في المباراه الاخرانيه هي والمباراه الاخرانيه لاك سنترال رد بالك اتونسيون اسكو ستاك سنترال اي كومبليمونتير ولا لا. برون قاعد يعدي في سيزون اولى في ميتس ومرياح الي معناها دونك وقتاش نجموا نحكم على الملاعبيه هذوما لا كومبليمونتاريتي ونقطه القوه نتاعنا هو لاك سنترال سيكو كي نبداو عندنا مهاجمين من فريق اخر دو نيفو. دونك اليوم كان باش تلعب ضد الجزائر باللاك سنترال هذايا سبا تيتر تري تري ديفيسيل. احنا سامحني منجي برسمك في نفس الواحد لاكس خاطكمش نحكي على لاكس. انت في اللي دو ماتش اميكول اللي لعبناهم ماتش غلط فيه برون وماتش غلط فيه بليتو العكس فهمتني غلط فيه مرياح الثاني. انت جرب شي مليح بياخر في لاكس اللي دو ماتش اميكول لعب هو بيدو لاكس هو بيدو لا قدر الله توا تصير لك مشكله توا بون انا لو طون الحمد لله نقزناه ضد تنزاني. لكن صارت لك مشكله انت ضد ماتش تنزاني باش تلعب واحد اكسيال عمره ما لعب عمره ما شارك في حتى مباريات وديه حتى دقيقه لا في المقابلات الوديه لعب جيسو الخميري لا لا اللي دو ماتش الاخراني المقابلات هذا ما جو جاسر الخميري بيدو معناها ما عادش يلعب كيف كيف هي عندنا مشكله كبيره عادي ديما في الكوره يلزمك ديما ما تفكرش كان في ال 11 الاساسيين 11 الاساسيين وتقرا حساب ديما احنا راهو ديما كمل معاك احنا متفائلين شو راهو ديما نقولوا متفائلين وديما نقولوا ان شاء الله تتصلح الامور وديما نقولوا المنتخب ينجم يصلح. اما راهو شوف الوجه اللي شفناه في زوج مقابلات الاخيره لا يطمئن ولا يبشر بخير بصراحه. خاطر شوف احنا راهو شوف الكوره شنيه هي الكوره اللعب الكوره اقناع. احنا ساعات فريق تبدا تحب فريق ولا تتفرج في ماتش ايكيب يخسر وتلقاك انت مرتاح علاش تقول مثلا ليكيب العب. احنا ما شفنا حد شيء احنا ما شفنا حد شيء باش تقول لي واحد واحد مع تنزانيا ما تعني لي شيء بالنسبه لي. مع اداء معناها هو لا 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 النقد والانتقاد ما يسالش الضغط راهو يبدا ايجابي وياخذوا الاطار الفني معناها من الناحيه الايجابيه ما يسالش راهو باش يصلح اخطاء وكل شيء. انا احنا مصلحتنا مصلحه المنتخب يعني ما دابين المنتخب يكون فيها لكن لازم وقتي نشوفوا نقائص نقولوا عليها ما يسالش ما ثم حتى اشكال. حاجه مهمه اخويا سيك لوتو كريتيك نتاع سيمون دركبيري دو لا فير دو فوار شنو هو الحاجه اللي ما مشاتش وراهو رد بالك راهو تريني فريق ولا تريني ليكيب ناسيونال سو ني با لا ميم شوز شيء بعيد على بعض. مانتونونس يلزمها تتعمل و جو بونس الي اسي انتيليجون باش يراجع سيرتان شوا وبقدره ربي يصلح الى لو تون باش يصلح. لكن المباراه الجايه ان شاء الله باش نشوف معناها ملاعبيه ونشوفوا مستوى كما قال سي وجدي على 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 اونيفو تكتيك مهم ومهم جدا لان كل غلطه بحسابها. شكرا لك. ستاف تكنيك لازم يتحمل مسؤوليته اللي معاه في معناها باش لازم تكون عنده الجرأه باش يقول كلمته يعطي رايه. سمير السليمي لاعب سامحني عادل السليمي لاعب معناها كبير وعنده معناها تاريخه وكل شيء في المنتخب ولا في غيره يعني من المفروض عادل السليمي ينجم يفرض كلمته. ما نقولكش يفرض كلمته على المدرب لكن يعطي رايه ان شاء الله مستقبل المنتخب. شكرا سيد مجيب ابراهيم، شكرا سي وجدي السيد، شكرا مروان بن سلامه، شرفتونا الكل بحضوركم معنا اليوم في الحصه نتاعنا. مازلنا مواصلين بعد شويه باش يكون معنا ايمن حماد باش يحكي على مشكله بينه وبين الجامعه التونسية كي تحرمته من الاحتراف في الإمارات. تفاصيل موسيقى.